وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية 31 والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر. وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف متحدث الرئاسة أن قمة الجزائر تهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لا سيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية. وسيتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.